والمجاهدين نذهب مباشرة إلى عروس البرات مدينة دير الزور، وينضم إلينا الناشط الإعلامي محمد الخليف مراسل شبكة شام الإخبارية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك أخي طارق وتحية للسادة المشاهدين. حياك الله أخي محمد، ثبات لمجاهدينا على جبهات القتال وسط حملة همجية من قبل عصابات الأسد بالمدفعيات والطيران الحربي يستهدف المدنيين والصامدين، وأيضا تزامن ذلك مع استهدافات من طيران التحالف المشترك بين العرب وبين الغرب يستهدف أهلنا الصامدين والمدنيين في ريف دير الزور الشرقي. نعم بالفعل أخطاء، يعني اليوم طائرات جوية شهدتها مدينة دير الزور من طيران النظام السوري، يعني أكثر من 3 طائرات جوية استهدفت محيط جسر السياسية. طبعا هذه الغارات خلفت سقوط عدد من الشهداء المدنيين، طبعا هؤلاء يعني أركز هنا على نقطة مهمة أنهم شهداء مدنيين. طبعا منذ ساعات الصباح الباكر هذه الاشتباكات هي كانت تزامنا مع اشتباكات عنيفة تدور على أطراف محوج الصقر بين مقاتلي تنظيم الدولة وبين عصابات الأسد التي تحاول التقدم باتجاه محوج الصقر، لكن الثوار يتمكنون من صد هذه الحملات المتكررة ويكبدون عصابات الأسد عددا من القتلى. طبعا الاشتباكات إلى هذه اللحظة ما تزال تدور على أكثر من جبهة داخل المدينة، حتى حي الحويق الآخر أيضا شهد اشتباكات عنيفة طبعا، ومقتل العديد من عصابات الأسد خلال الساعات القليلة الماضية. طبعا أيضا قوات النظام كثفت قصفها على أحياء مدينة دير الزور بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة، براجمات الصواريخ، بقذائف الهاون، بقذائف المدفعية. طبعا سبب ذلك سقوط عدد من الجرحى. أيضا البارحة مساء شن طيران التحالف الدولي غارتين أو 4 غارات جوية استهدفت أحد آبار النفط في محيط حقل التلك ببادية دير الزور الشرقي، وأيضا سبب ذلك مجزرة راح وحياتها 4 شهداء مدنيين من أبناء قرية الزر. طبعا مدنيين هنا وليس مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. أيضا النقطة الأخرى، قام باستهداف أحد حواجز تنظيم الدولة في قرية البحرة بالقرب من بلدة غرانيت بريف دير الزور الشرقي. الاشتباكات أيضا ما تزال تدور في محيط مقر الزور العسكري، وهناك قصف متبادل بين مقاتلي تنظيم الدولة وبين قوات النظام على القرى المحيطة لمطار دير الزور العسكري. طبعا استطاع من خلالها المجاهدين قتل عدد من عصابات الأسد في كثير. وايضا بالمدفعية الثقيلة، طبعا القصف تركز على قرية المراعية دون وقوع اي اصابات ذكر. اخر خبر ان الان ايضا تشهد المنطقة تحليق من قبل طيران التحالف الدولي في 6 محافظات، والى الان لم يقصف اي من المناطق. هذا مجمل التطورات والاحداث الميدانية لهذا اليوم. ايضا خبرنا عن وضع اهلنا الصامدين في قلب مدينة دير الزور و المهجرين في ظل هذا الجو البارد والعواصف يعني التي تجتاح المنطقة. بالفعل يعني اليوم محافظة دير الزور تمر بمنخفض جوي بارد في ظل معاناة إنسانية يشهدها إن كان النازحين والقاطنين في بوادي ريف دير الزور جراء هذه البرد. طبعا الكهرباء يعني ما تزال يعني كالزارة القريبة التي تأتي على محافظة دير الزور، يعني لا تأتي إلا ساعات قليلة إن كان على المدينة أو إن كان على الريف، يعني أكثر حوالي 5 إلى 6 ساعات يومية.
عدم انقطاع الكهرباء، تنقطع المياه، يعني كون اغلب مضخات المياه تشتغل تعمل على هذه الكهرباء. ايضا طبعا مضطر الاهالي لاستخدام المولدات الكهربائيه التي اليوم هي اصبحت يعني استخدامها بشكل اساسي من اشكال الحياه داخل مدينه دير الزور او كان خارج دير الزور. ايضا النقص الحاد في ماده المحروقات، كان المازون او البنزين وسط قناه، وارتفاع حاد لاسعار هذه المادات. لهذه المادتين طبعا جراء الغارات الجويه التي شنها طيران التحالف الدولي خلال الايام الماضيه على عدد من الاعذار النفطيه، كان اخرها البارح كما ذكرت او كما اسلفت قبل قليل على بئر التنك. طبعا هذه الغارات خلفت يعني نقص حاد في ماده المحروقات، وايضا هذا النقص الحاد يعني سبب ارتفاع واستغلال من بعض التجار الموجودين لهذه الماده. نحن نماشي عبر منظر قناه السوري الحر، وكما اسلفنا سابقا ان يمدوا يد العون للاهالي وللنازحين خاصه بريف دير الزور جراء ما تمر به المحافظه من ازمه انسانيه في ظل هذا الشتاء القارس والبرد القارس. الناشط الإعلامي محمد الخليف مراسل شبكة شام الإخبارية، كنت معنا من مدينة دير الزور، شكرا جزيلا لك.